ننتقل بردار الأخبار إلى الشأن اللبناني والأزمة السياسية الدائرة هناك. فقد أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية ضرورة احترام الدستور في لبنان وعدم بقاء سلطة شاغرة. وحذرت الوزيرة الفرنسية بعد لقائها بالمسؤولين اللبنانيين من خطورة مواجهة البلاد أزمة اقتصادية أخرى، داعية إلى ضرورة تجنب أي فراغ في السلطة. جاء ذلك بعد محادثات أجرتها الوزيرة الفرنسية مع الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، دعت خلالها إلى ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية إلى جانب مسار الإصلاحات. دارين الحلوة من بيروت تعطينا مزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة. دارين، يبدو بأن الوزيرة الفرنسية كانت لهجتها هذه المرة لهجة مشددة فيما يتعلق بالمسؤولين اللبنانيين وإنهاء هذا الانسداد السياسي. أعطينا تفاصيل أكثر دارين. نعم، هذا التشدد، هذا التشدد الذي سجل أو لوحظ في مؤتمرها الصحفي قبيل مغادرتها وبعد لقائها المسؤولين اللبنانيين، يبدو أنه نابع من اقتناعها أو تلمسها أن هناك فعلا انعدام لأي فرص انتخاب رئيس للجمهورية الجديد في لبنان، ونحن على بعد أسبوعين من نهاية ولاية ميشيل عون رئيس الجمهورية الحالي. كما أنها أيضا أعتقد أنها من خلال مشاوراتها المعلنة وغير المعلنة أيضا تمكنت من رصد أن هناك شبه استحالة لولادة حكومة أقله في الأيام المقبلة، حكومة تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال دخلت البلاد في فراغ رئاسي. طبعا هناك لم يحصل أي تقدم في موضوع تشكيل الحكومة بسبب تعنت الفرقاء السياسيين وتمسكهم بمطالبهم، وهي مطالب ذاتية ذات مغزى سياسي خاص لكل تيار أو لكل فريق سياسي، وطبعا ليست المصالح الوطنية التي تتقدم في مطالب تشكيل الحكومة المقبلة، في حين أن البلاد تواصل الانهيار الكبير. هذا الانهيار هو الذي دفع الوزيرة الفرنسية إلى التحذير من مخاطر أي فراغ رئاسي أو فراغ مؤسساتي جديد تدخل فيه البلاد، لأن المطلوب اليوم خطط وقوانين إصلاحية يمكن أن تعيد الثقة إلى البلاد، وبالتالي تقنع المانحين، صندوق النقد ودول أخرى ترغب بمساعدة لبنان بأن هناك مسارا إصلاحيا جديدا بدأته البلاد. لكن هذا كله أعتقد لم تلمسه الوزيرة الفرنسية، بل على العكس كانت هناك مطالبات بمساعدة لبنان يعني تحمل أعباء اللاجئين السوريين الذين كما هو معلوم ستبدأ السلطات بترحيل جزء منهم الأسبوع المقبل. شكرا لك دارين الحلوي في بيروت.